ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس مراسلنا محمد الحاجي. محمد، أهلا بك. إذن ليلة وصفت بالأقل عنفا مقارنة بالليالي السابقة، من خلال مشاهداتكم مع هذا اليوم صف لنا المشهد، كيف تبدو العاصمة الفرنسية، كيف تبدو المدن الأخرى من حيث الانتشار الأمني، ماذا عن أعداد الموقوفين وغيرها من التفاصيل؟ تفضل محمد. نعم، أعداد الموقوفين تراجعت، بلغ 716 موقوفا، وهو رقم هنأت الشرطة نفسها به، على اعتبار بأن هذا الرقم للليلة الخامسة على التوالي انخفض هذه الليلة بالمقارنة مع الليالي الأربع السابقة، حيث تجاوز الرقم 1000 موقوف كل يوم. هذا ناتج عن الخطة الأمنية المتبعة والقبضة الأمنية التي تبعتها الحكومة الفرنسية ووزارة الداخلية من أجل احتواء مظاهر العنف والتظاهر في مختلف وعموم المدن الفرنسية. لكن هذه الأرقام لم تمنع أن كل المدن الفرنسية دون استثناء، الصغيرة والكبيرة منها، كانت في حالة غليان وفي حالة تعدي على الممتلكات العامة ومواجهات حادة بين الشرطة والمتظاهرين أو المحتجين إن صح وصفهم، حيث تعرض أيضا 45 شرطيا لحالات حرجة من الجروح الطفيفة والحرجة، بعضهم حرج وبعضهم طفيف طبعا. الآن بدأت مسألة حظر التجول الليلي في المدن تتراجع بما أن أرقام الموقوفين تراجعت. أنا هنا الآن في مدينة كولومب وهي ضاحية باريسية جارة لمدينة نانتير، حيث انطلقت شرارة الانتفاضة إن صح القول. هذه المدينة كانت من أوائل المدن التي تفرض ليلا كل يوم حظر للتجوال ليليا من اعتبارا من الساعة 9 مساء. تحدثت مع المارة هنا اليوم أحد وهو يوم عطلة رسمية، تحدثت معهم وأيضا مع أصحاب تجار التجزئة والمحلات الصغيرة عن هذا القرار. الكثير منهم في الحقيقة رحب بالقرار على اعتبار بأنه يحمي منتجاتهم، يحمي محالهم وأيضا يحمي تجارتهم، وهذا سيساعد أيضا على عدم تعرضهم للتكسير و اللجوء بعدها إلى مصالح الضمان من أجل دفع التعويضات على الخسائر. هناك حالة من التململ الحقيقة حتى ضمن الجالية العربية للعنف الذي وصلت إليه هذا الحراك الشعبي الذي انطلق من شرارة محقة، وهناك حالة من أيضا القلق اعتبار بأن ما يحصل هو تشويه لمطالب أبناء الضواحي الذين يعانون أيضا من التهميش والإقصاء والعنصرية. هذا كله أيضا يعطي نقطة إضافية لوزارة الداخلية على اعتبار بأنه شاهد ما سيحصل عندما تفلت الأمور عن نصابها. لكن في العموم لا نستطيع القول بأن هذا الحراك في الضواحي وهذا العنف قد يخفت أو قد يقل في الساعات القادمة أو في الليالي القادمة، كلهم مبني على مدى تصالح الدولة مع أبناء الضواحي. المعارضة تقول يجب مد اليد وليس اتخاذ هذه الخطوات الأمنية، الأمن ليس حلا وحيدا. حتى نقابة القضاة في باريس أصدرت بيان باعتبار عنونا كالتالي: بالقمع لا يمكن إخماد حراك أو انتفاضة أو ثورة، يجب مد اليد لأبناء الضواحي، إنهم فرنسيون. نعم. على المستوى الحكومة والوزارات المعنية، هل من قرارات معينة تم اتخاذها مرتبطة بهذه الأحداث؟ الحكومة منذ اللحظات الأولى لا تتحدث إلا عن المقاربة الأمنية والحل الأمني. هذا هو ما أثار حفيظة حقيقة الجميع من أبناء الضواحي وأيضا من الأحزاب اليسارية المعارضة. اليمين المتطرف ويمين الوسط يجبران أو يضغطان على الرئيس الفرنسي وعلى وزير داخليته ورئاسة الحكومة من أجل استخدام المقاربة الأمنية. يريدون فرض حظر تجوال نهاري وليلي كما حصل أيام كورونا. يريدون أيضا توقيف الناس اعتباطيا وزجهم في السجون دون أي رحمة. يريدون فرض تعديل القوانين حتى من أجل إيقاف القصر الذين لا يتجاوز أعمارهم 13 عاما. هذا الهرج والمرج حقيقة في السياسة على وسائل التواصل في فرنسا وأيضا على القنوات التلفزية الفرنسية يثير حفيظة الجميع هنا. يجب عدم الانصياع والاستماع لليمين المتطرف، لكن الجميع يدرك تماما بأن كل ما يحصل يصب دائما في مصلحة ماري لوبين، في مصلحة اليمين المتطرف الذي يحصد أصوات من قبل الفرنسيين
من الذين إذ أنه طالما ندد وخوف من أبناء الضواحي، وهذه النتيجة بحسبه تترجم على أرض اليوم من عنف ومن تكسير. شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد الحاجي، كنت معنا من باريس على هذه الإحاطة، أشكرك.